بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم الناس الخيرة. أما بعد، حياكم الله جميعا أحبة الطلبة. اليوم نبدأ في حل مسائل وزارية ومسائل الكتاب على موضوع الظاهرة الكهروضوئية. مثل ما انتم شايفين راح نبلش في مسألة إضافية وردت سابقا في الوزارة، بعدين بنتطرق لمسائل الكتاب المدرسي، بعدين بنفوت على عدة مسائل إضافية وتمارين. الآن نبدأ في السؤال الأول. سقط ضوء طاقة الفوتون الواحد منه، يعني هي بدي طاقة الفوتون، هاي طاقة الفوتون، ممتاز، على مهبط خلية كهروضوئية. إذا علمت بأن اقتران الشغل لفلز المهبط، يعني هاي الفاي، هذا اقتران الشغل لفلز المهبط، هاي الفاي، فاحسب كل من مئتي أو احسب مقدار كل من مئتي. للتذكير أنتم عارفين أنه قانون طاقة الفوتون تساوي الفاي اقتران الشغل للمهبط أو للفلز أو سطح الفلز زائد الطاقة الحركية اللي بتكتسبها الإلكترونات. وبقدر أبسطها أكثر، شو أحكي لك؟ طاقة الفوتون هي عبارة عن إيش؟ H، شوف، هي عبارة عن HF أو H C على لمدة، صح؟ يعني هي HF تساوي الفاي عبارة عن HF نوت. الطاقة الحركية عبارة عن نص M V تربيع ماكس. أيضا الطاقة الحركية هي نفسها بقدر أعملها إنها عبارة عن إلكترون مضروبة بجهد الستوبينج فولتج، جهد الإيقاف. منبلش. إذا علمت بأن اقتران الشغل معطيني إياه، فاحسب كل مما يلي: تردد وطول موجة الضوء الساقط. الضوء الساقط هي طاقته، أنا بعرف طاقة الضوء الساقط تساوي HF وتساوي HC على لمدة. بدي أطلع التردد، بعدين بطلع اللمدة، نشوف مع بعضنا، يلا. تمام، التردد عبارة عن طاقة الفوتون الساقط على ثابت ماكس بلانك، صح؟ نعم. قديش طاقة الفوتون الساقط؟ هيها 13.2 ضرب 10 والسالب 19. قديش ثابت ماكس بلانك؟ ثابت ماكس بلانك هو 6.6 ضرب 10 والسالب 34، ما عندناش مشكلة. فصفت من الآخر، تردد الفوتون الساقط يساوي 13.2 على 6.6 عبارة عن 2 ضرب 10، السالب 34 مش هي تحت، فبقدر أشطبها وأرفعها لفوق موجب 34، فبصير ضرب 10 أس 15 هرتز. إذن أنا طلعت هيك التردد. الآن أنا ما بدي التردد، شو بدي أطلع؟ الطول الموجي. فأنا مخير واحد من الخيارات، إما أروح على نفس المعادلة هاي، أحكي الطاقة معاي، الأتش معاي، السي معاي، شو أطلع؟ اللمدة. وإما أني مخير خيار ثاني، بكل بساطة بقدر شو أحكي؟ بقدر أحكي سي تساوي أف لمدة، معناته اللمدة تساوي سي على التردد، صح ولا لا؟ ممتاز. السي عبارة عن 3 ضرب 10 أس 8، والتردد عبارة عن 2 ضرب 10 أس 15. صارت كالآتي: 3 على 2 فيها 1.5 ضرب 10، 8 ناقص 15 قديش فيها؟ والله يا أستاذ معاد فيها سالب 7. شفتوا كيف؟ هاي متر، كيف عرفت؟ مش هاي موجب 15؟ اشطبها وارفعها لهون، ناقص 15، 8 ناقص 15 8 2، يعني بتقدر تحكي بالزبر سالب 7. نعم. هسا في ناس كيف ممكن يعدلوا لك السؤال؟ يعدلوا لك السؤال كالآتي: يقول لك كبر مرتين، يعني اعمل لي اياها 150، طلع كبر مرة كمان مرة، زغر مرتين ضرب 10 والسالب 9 متر، فبصير 150 نانو متر. شلت العشرة سالب تسعة حطيت نانومتر. دير بالكم كونوا فاهمين الفكرة، لأنه هيك في الوزارة بجيبها بالخيارات: 150 نانومتر، 1.5 نانومتر، بيعجقك وبيدخلك بالحيط فعليا. الآن بدي أحسب تردد العتبة للفلز وطول موجة العتبة. أنا عارف هذا الموضوع، كيف عارفه؟ تردد العتبة بكل بساطة أنا بعرف طاقة الفوتون، أكيد ملوش دخل، لا أكيد، دير بالك أنت بتحكي عن تردد العتبة، معناته بتحكي عن اقتران الشغل، يعني عن الفاي. فورا الفاي اقتران الشغل عبارة عن H بF نوت، صح؟ نعم. أنا بدي تردد العتبة، بدي F نوت، أيضا بدي طول موجة العتبة. خلينا بالبداية نطلع الF نوت. الفاي قديش معطيك إياها؟ 6.6 ضرب 10 19. طبعا برد أكرر، التعويض في قانون ماكس بلانك، سواء كان E تساوي HF أو فاي تساوي HF نوت، فقد الطاقة بالوحدات الأساسية. دير بالك حتى التردد بالوحدة الأساسية، يعني إذا كنت معطيك الطاقة بالإلكترون فولت لا تعوض لي إياها بالقانون بالإلكترون فولت، غلط كبير.
بتحولها لجول وبتعوضها بالجول. دير بالكم القانون الوحيد المسموح انك تتعامل فيه بالالكترون فولت هذا القانون. اذا كانت بدك طاقه الفوتون معطيك هاي بالالكترون فولت، هاي بالالكترون فولت تقدر تعوضها بحيث تطلع هاي بالالكترون فولت. اذا هاي بالجول هاي بالجول بتطلع هاي بالجول عادي جدا. لكن انك تطلع لي طاقه الفوتون، تطلع لي التردد عن طريق طاقه الفوتون انا معطيك اياها بالالكترون فولت غلط، بتحوله لجول. التعويض في قانون ماكس بلانك بالجول. الفاي قديش؟ 6.6 × 10^19. هاي 6.6 × 10^19 تساوي الاتش قديش؟ 6.6 × 10^34 × العتبة. الامور صارت واضحة هيك. انت بتقدر تحكي لي على 6.6 × 10^34 باي على 6.6 × 10^34 هيك خلاص. تردد العتبة يساوي 6.6 × 6.6 راحوا مع بعض 10 يعني صاروا 1 × 10^-19. ارفع السالب 34 لفوق زيدها صح. سالب 19 زائد 34 بتطلع 15 هرتز. هاي تردد العتبة. ممتاز. الآن نطول طول موجة العتبة. أنا بعرف يا أستاذي إنه طول موجة العتبة عبارة عن C على تردد العتبة. كيف عرفت؟ C تساوي F لمدة او سي تساوي اف نوت لمدا نوت صح ولا لا؟ نعم يا استاذي. فخلي لي لمدا نوت موضوع قانون او من نفس هذا القانون. تعال معي تقدر تحكي لي فاي تساوي اتش سي على لمدا نوت وتقول لي معي هاي معي هاي معي بطلع لمدا نوت. بس هي اسهل لي. قديش السي؟ 3 × 10^8. قديش الاف نوت؟ هيها 1 × 10^15. سريعا صارت 3 × 1 = 3 × 10. 8 × 15 = 7. تقدر انت تكبرها مرتين وتصغر الأس مرتين يصير 10 × 9 فبتصير 3 نانومتر. 3 شيل 10 × 9 حط متر 3 نانومتر. تمام تمام. الطاقة هاي لمدة نوت. هاي لمدة ايش؟ نوت. الطاقة الحركية للإلكترونات المنبعثة بده الطاقة الحركية صح؟ هسا الطاقة الحركية لها قانونين. إما الطاقة الحركية تساوي نص MV تربيع، وإما الطاقة الحركية تساوي إلكترون مضروبة بجهد الإيقاف. أيضا لها قانون ثالث زيادة ما حكيناش عنه، فاي مش فاي، طاقة الفوتون تساوي فاي زائد الطاقة الحركية. يعني واحدة من الثلاث بدي يزبط منك واحد معهم 100%. فأنا ما معي يعني جهد الإيقاف إلغي تبع القانون تبعه. طب أنا معيش سرعة إلغيها، معناته ما صفى إلغي القانون واحد. شو هو؟ طاقة الفوتون تساوي فاي زائد الطاقة الحركية. سريعا انت بتعرفوا انه الطاقة الحركية تساوي طاقة الفوتون ناقص فاي. قديش طاقة الفوتون؟ هيها 13.2 × 10^19 ناقص كم الفاي؟ 6.6 فوق موجود 10^19. هاي الفاي شايفينها؟ هيها. طيب هسا مش نفس الاساسات والاس؟ نعم. خذ اساس اس واحد 10^19. 13.2 × 6.6 بتنزل 6.6. طبعا هاي بالجول، هاي الطاقة الحركية. شكرا لك. طالبك اياها بالالكترون فولت عادي بتحولها، وانا علمتكم كيف تحوله. جهد الايقاف او هو فرق الجهد اللازم لقطع التيار الكهربائي. يعني يا بقول لك جهد الايقاف يا بقول لك فرق الجهد اللازم لقطع التيار الكهربائي. يعني واحدة من الثنتين، يا حمادة يا حموتي. أنا بعرف الطاقة الحركية تساوي، هي مقصود بكلمة العظمى إنه اللي اكتسبها الإلكترون أول ما تحرر عبارة عن شو؟ يعني أول ما امتصها عبارة عن شو؟ إلكترون بجهد الإيقاف. جهد الإيقاف تساوي الطاقة الحركية اللي اكتسبها الإلكترون على شحنة الإلكترون. أنا وياكم بعرف إنه الطاقة الحركية هيها قديش؟ 6.6 × 10^19 على هيا طاقة حركية. شحنة الإلكترون طبعا دائما بتعامل مع القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون، بحيث أنه دائما يطلع جهد الإيقاف موجب. في المنهاج السابق كان بيروح بيعوض شحنة الإلكترون سالب 1.6 × 10^19 فبيطلع معاه الجهد سالب. لكن في منهاجنا الحالي افترض أنه دائما خذ القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون، يعني حطها دائما 1.6 × 10^19. 1.6 × 10^19 راحت هاي مع هاي. 6.6 × 1.6 قديش فيها؟ تقريبا 4.125 فولت. هذا هو جهد الإيقاف. ممتاز.
طلبني السرعة العظمى، ما أنا عندي الطاقة الحركية العظمى اللي حسبتها هون أصلا، بمعنى أنه أنا لما دفعت الفاي، ضريبة الفاي، كل الطاقة اللي ظلت معي زيادة فوق الفاي أعطيتها للإلكترونات، معناته لكل إلكترون، معناته هاي الطاقة الحركية العظمى بالأصل. يعني هاي العظمى عشان ما تكونوا متخربطين، هاي دائما عظمى، تمام؟ فإذا أصلا هاي كمان أيضا العظمى، وأصلا هاي العظمى، معناته طلبني سرعة الإلكترونات. طب أنا بعرف الطاقة الحركية العظمى تساوي نص ام في تربيع، خليني الفي موضوع القانون. يعني بتقدر انت يعني خليني الفي موضوع القانون، راح تلاحظ طلع كيف في تساوي 2، دقيقة خلينا عشان ما اعكسها، كاينتك انرجي على ام تحت الجذر. كيف انت هيك عملتها؟ بكل بساطة انت المطلوب منك مش القيمة العظمى للسرعة، يعني هاي الماكس، معناته اكيد الطاقة الحركية الماكس بتعمل معها، بتعملش مع غير الماكس. انا عشان تكونوا بالصورة كيف طلعتها، عادي اضرب هذا الطرف باثنين، اضرب هذا الطرف باثنين، فصارت اثنين، كانت كينيرجي تساوي ام في تربيع، اقسم على ام، اقسم على ام، صارت في تربيع تساوي اثنين كانت كينيرجي على ام، اعطي جذر، اعطي جذر، فصارت السرعة تساوي اثنين كانت كينيرجي على ام. هاي اثنين كانت كينيرجي قديش؟ هيها 6.6 ضرب 10 سالب 19. قديش الام؟ كتلة الالكترون، مش بتتعامل مع الطاقة حركية الالكترونات، كتلة الالكترون هيها 9.1 ضرب 10 سالب 34، كله هذا الحكي تحت الجذر. بدك تروح انت تحسبها بطريقتك، تحكي لي تعال 2 ضرب 6.6 13.2 صح؟ طيب يلا خلينا نشوف كيف 13.2 تقسيم 9.1 طلعت 1.450 ضرب 10 تحت الجذر سالب 19 زائد 34، يعني بتحكي انت اس 15. ممتاز، ما عندناش مشكلة. هسا ما بيناسبني هذا تحت الجذر، بقدر اكبر، شو اسوي؟ اسوي 14.5 تقريبا ضرب 10، مش كبر، بصغر اس 14. تقدر تحكي لي تعال جذر ال 14.5 قديش؟ جذر ال 14.5 تقريبا 3.8 ضرب 10، ال 14 تحت الجذر شو بتصير؟ 7 متر لكل ثانية. هاي هي سرعة، السرعة العظمى للالكترونات. متفقين؟ متفقين يا استاذي. طبعا برد اكرر واوضح، لما يجيب لك سيرة الطاقة الحركية بده يخطر في بالك عدة امور، اما الكترون بجهد القطع، واما نص ام في تربيع، واما الكترون طاقة الفوتون ناقص الفاي، واحدة من الثلاثة. ممتاز، نشوف السؤال اللي بعديه. اذا كان اقتران الشغل لفلز، اقتران الشغل لفلز يعني هاي الفاي، وسقط على سطحه اشعاع كهرومغناطيسي، مش طاقة الفوتون، طاقة الفوتون الواحد منه 6 الكترون فولت، يعني هاي طاقة الفوتون. معطيني الفاي، معطيني طاقة الفوتون، معناته أنا إذا معي الفاي بقدر أطلع تردد العتبة وطول موجة العتبة، وإذا معي طاقة الفوتون بقدر أطلع تردد الفوتون وطول موجة الفوتون، وبقدر أطلع كمان الطاقة الحركية، يعني الاثنين معي. طالبك تردد العتبة للفلز، خلص فورا أنت بتعرف فاي تساوي اتش بإف نوت، راح تقول لي إف نوت تردد العتبة عبارة عن فاي على اتش. الطالب اللي بيروح بيعوض الفاي 2 الكترون فولت حله غلط، التعويض في هذا القانون فقط بالوحده الاساسيه. فبتروح تحكي لي الفاي تساوي 2 ضرب 1.6 ضرب 10 سالب 19، يعني انا بدي احولها من الكترون فولت لجول. بكل بساطه شو بتصير؟ 3.2 ضرب 10 سالب 19 جول. اذا انت مش عارف تحولها روح راجع الحصه الماضيه، بتصير 3.2 ضرب 10 السالب 19. طبعا قديش هون؟ خلص هاي الفاي. قديش الاتش يا حلوين؟ استاذ الاتش 6.6، الاتش سهل جدا، هي دقيقة 6.6 ضرب 10 السالب 34، الاتش بسيطة جدا. سريعا 3.2 على 6.6 قديش بدها تطلع؟ خلينا نشوف الآلة الحاسبة السريعة. 3.2 تقسيم 6.6 طلعت 0.48%، طبعا ضرب 10 سالب 19 ناقص ناقص 34 يعني زائد 34 تطلع أس 15. بتسوي بكل بساطة هون تقول لي تعال يا أستاذ بقدر، خلص أوكي هي تردد هيرتز هيك وأكتفي، تمام عادي بتكتفي. في ناس شو بيسوي؟ بكبر مرة مرتين بيعملها تطلع
48 بقول لك تعال ضرب 10 صغر مرتين، عادي جدا المناسب لك ما في اي مشكله. انا طلعت تردد العتبة هيك، تعال نشوف هون الطاقه الحركيه العظمى للالكترونات المنطلقه من سطح الفلز. هسه شوف عشان اساعدك بشغله بسيطه، اذا طلبك طاقه حركيه معناته انت لازم تطلعها بالجول. جاب لك سيره الستوبنج فولتج جهد الايقاف، لا ببعد عنه. جاب لك سيره سرعته، لا مالكش غير قانون معادله اينشتاين اللي هي بتحكي طاقه الفوتون تساوي فاي زائد الطاقة الحركية، صح؟ أنا بدي الطاقة الحركية تساوي طاقة الفوتون ناقص الفاي. لاحظ معي ما يلي، أنا اللي عندي طاقة اقتران الشغل الفاي واللي عندي طاقة الفوتون بس كلهما بالإلكترون فولت، فيا بحول هاي للجول وبحول هاي للجول فبطلع الطاقة الحركية فورا بالجول، يا بعوضهم الكترون فولت الكترون فولت بطلع الطاقة الحركية بالإلكترون فولت بعدين بحولها لجول. يعني تحويل واحد أسهل لي وأفضل. قديش طاقة الفوتون؟ 6 الكترون فولت ناقص قديش الفاي؟ 2 الكترون فولت، هي الفاي 2، فتطلع 6 ناقص 2 4 الكترون فولت، صح؟ الآن أنا مطلوب مني فقط تحويل واحد، هذه الطاقة الحركية بالالكترون فولت، كيف بحولها؟ زي ما علمتكم، خلص اضرب ب1.6 ضرب 10 السالب 19، شو بصير؟ 4 ضرب 1.6 أتوقع تطلع 6.4 ضرب 1.6 تطلع 6.4، نعم 6.4 ضرب 10 السالب 19 بالجول طلعناها. طب ليش ما طلعها بالالكترون فولت؟ هو ما قال لك، هو شوف اذا طلب منك طاقه حركيه معناته بالجول، طلب منك اي شيء بالطاقه لازم بالجول الا اذا ذكر عكس ذلك، الا اذا قال لك طلعها بالالكترون فولت. نشوف هيدا السؤال. سقط اشعاع كهرومغناطيسي طول موجته 460 نانومتر. اشعاع يعني هاي طول موجة الفوتون او الشعاع، ممتاز، على فلز اقتران الشغل له هاي الفاي. جد الطاقة الحركية العظمى للالكترونات، يعني طلبني الطاقة الحركية العظمى للالكترونات، ممتاز مفيش مشكلة، المتحررة من سطح فلز بوحدة الجول. طب شوي عشان انا ابسط الامور، طلبني الطاقة الحركية العظمى وزي ما علمني الاستاذ معاذ هي تساوي طاقة الفوتون ناقص الفاي، ممتاز. الان بدي اركز شوي مزبوط. طب ليش ما استخدم النص ام في تربيع؟ لانه ما عندي سرعه ولا كتله. ليش ما استخدم جهد الايقاف مضروب بالالكترون؟ ما عندي جهد الايقاف، معناته ما ليش غير هذا. طاقه الفوتون بدي اروح اصطف العزاويه اطولها، طلع شو هي؟ اقول لك خلص طولها من نفسها عادي جدا. طاقه الفوتون، طب انت بتعرف طاقه الفوتون تساوي اتش اف وتساوي اتش سي على لمده، صح؟ انا عندي لمده بقدر اطول طاقه الفوتون، خلص اتش سي على لمده ناقص الفاي، بس يجب التعويض بالوحدات الاساسيه. فبتقول لي الاتش 6.6 ضرب 10 السالب 34، السي 3 ضرب 10 اس 8، صح؟ اللمده قديش؟ 460 نانومتر، يعني ضرب 10 السالب 9 ناقص الفاي، معطيني اياها بالالكترون فولت وغلط اعوضها بالالكترون فولت، بحولها لجول. فبحكي تعال 2.2 بضربها ب 1.6 ضرب 10 السالب 19، شفتوا كيف حولتها؟ نعم يا استاذي. الان سريعا خلينا نبسط الامور مع بعض اكثر. 6.6 ضرب 3 تقسيم 460، قديش طلع الناتج؟ طلع الناتج 0.043، ممتاز. ضرب 10، طيب سالب 34 زائد 8، يعني سالب 34، دقيقة شوية، كيف بدي اطلعها هاي سالب؟ طيب اوكي سالب 34 زائد 8، انا انعجقت على فكرة، سالب 26، سالب 26 زائد 9، لا زائد 9، نعم سالب 34 زائد 8 فيها سالب 26، سالب 26 ناقص 9 ارفعها لفوق شو بتصير؟ زائد 9، سالب 26 زائد 9 بتطلع سالب 17، نعم تطلع هون شو بالاخير؟ سالب 17، او بمعنى اخر سالب 34 زائد 17 بيطلع سالب 17 ناقص 2.2 ضرب 1.6 تطلع 3، تطلع 3.52 ضرب 10 السالب 19. الان كلاهما مش نفس الاسس، شو بدي اسوي؟ تقدر تقول لي استاذ كبر مره كبر مرتين، صار 4.3 ضرب 10 زغر مرتين السالب 19 ناقص
3.52 ضرب 10 السالب 19. الآن نفس الأساسات والأسس، خذ واحد منهم صح. 4.3 ناقص 3.52 بيطلع 0.78 ضرب 10 سالب 19 بالجول. شفت كيف طلعتها؟ برد أكرر، معي طاقة الفوتون، كيف معك؟ اتش سي على لمدة، معي اللمدة، معي الاتش، معي السي، طلعت طاقة الفوتون. الفاي معي لكم بالالكترون فولت، حولتها لجول، هاي تحويلها لجول نزل زي ما هو. والطاقة الفوتون هيها عادي جدا 6.0 اللي هو الثابت بلانك ضرب السي على الطول الموجي، طلعتها بالاخير 78% ضرب 10 سالب 19. الان نبلش بالسؤال الذي لي، ايضا فكره مكرره. شوف هي جميع هذه الافكار في اسئله كتاب وفي اسئله وزاريه، وبالتالي في اسئله كتاب وفي اسئله وزاريه، فاحنا مهمتنا انه نتدرب على حل المسائل بايدنا ونطلعها من اخر حل. وترى التكرار بيعلم الشطار يا استاذي، بخليك من الشطار، مش التكرار بيعلم حمار، لا مش هيك، انا ما بطخش. نشوف السؤال اللي بعديه. إذا كانت الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المتحررة من سطح النحاس، هو قال لك هيو، قال لك الطاقة الحركية العظمى معناته هاي طاقة حركية، ممتاز. كيف عرفت؟ هو حكى لي عند سقوط إشاعة فوق البنفسجية ترددها، معناته هذا تردد الإشاعة، فأنا بقدر أطلع طاقة الفوتون وطول موجة الفوتون. إشاعة معناته هالتردد، تردد الإشاعة هو نفسه تردد الفوتون على سطحه. جد اقتران الشغل، طالبني الفاي. طيب الفاي لا يمكن حسابها الا من شغلتين، اما تحكي لي الفاي عباره عن اتش اف نوت ومش معي لا تردد اعتبر، او تحكي لي طاقه الفوتون تساوي فاي زائد الطاقه الحركيه، فبتصير الفاي تساوي طاقه الفوتون ناقص الطاقه الحركيه، صح ولا لا؟ نعم يا استاذي، هاي الطريقه راح تزبط معي، هاي ما بتزبط معي لان تردد العتبه مش عندي. فبحكي له الفاي تساوي طاقه الفوتون ناقص الطاقة الحركية. الآن كونه طالبني الفاي بالإلكترون فولت، معناته أسهل إلي إن أعوض طاقة الفوتون بالإلكترون فولت والطاقة الحركية بالإلكترون فولت، فبطلع الفاي مباشرة بالإلكترون فولت. أو عندي طريقة ثانية، شو هي؟ بالجول، بالجول بطلع الفاي بالجول بعدين بحولها الإلكترون فولت. فلا، أسهل لي بالإلكترون فولت من الأول. هسا الطاقة الحركية عندي جاهزة بالإلكترون فولت، ما بتغلب فيها نهائيا، هي الطاقة الحركية عندي 22.6، هي 22.6 إلكترون فولت. هسا صفت، لازم أطول طاقة الفوتون بالإلكترون فولت، بروح أتفاهم معها بالزاوية هون. طاقة الفوتون عبارة عن H بF، الـ H 6.6 ضرب 10 والسالب 34، والتردد 600، أو التردد أيضا 6.6 ضرب 10 اس 15. هسا بلانك في ناس بيعوضوا 6.63 عادي جدا، في ناس 6.6 عادي جدا ايضا، ما في مشكلة ابدا. خلينا لدقة الارقام، خلص عادي 6.63 ما في مشكلة، 6.63 ثابت بلانك ضرب التردد 6.60، يعني 6.60 طلع الناتج 43.75 ضرب 10. طيب 34 هون، سالب 34 زائد 15 سالب 19 بالجول. انا ما بدي اياها بالجول، انا لازم احولها للالكترون فولت. هسا انا فهمتكم القاعده، التحويل من جول لالكترون فولت تقدر بكل بساطه تحكي جول تحت جول واحد، يعني بقسم على شحنه الكترون، يعني بقدر احكي تعال 43.75 ضرب 10 سالب 19 على 1.6 ضرب 10 سالب 19، صح؟ راحت هاي مع هاي 43.75 تقسيم 1.6 شو بيطلع؟ 27.3 إلكترون فولت. طلعتها 27.3 إلكترون فولت اللي هي طاقة الفوتون بالإلكترون فولت. فورا 27.3 ناقص 22.6 قديش بيطلع؟ 4.7 إلكترون فولت. طلعتها بالالكترون فولت الفاي فورا. في طريقه ثانيه، مش انت طلعت هاي بالجول، تروح تطلع لي الطاقه الحركيه بالجول بعدين تطرحهم من بعض، بس تطرحهم انت من بعض بيطلع معك ناتج الفاي بالجول، فانت بتروح بتحول الفاي من جول لالكترون فولت وقصة عويصة. لا هيك اريح لي واسهل لي صراحه. طيب نشوف اللي بعديه. الان هذا السؤال اللي بعديه فيه كمان حداقه لطيفه خفيفه بسيطه، ممتاز ممتاز.
كيف يا أستاذ يعني في حداقة خفيفة لطيفة بسيطة؟ مش إنه سؤال صعب، عكسا هو سؤال بسيط جدا. إذا كان اقتران الشغل لفلز يساوي فاي، يعني هاي الفاي لهذا الفلز عبارة عن إيش؟ عبارة عن مقدار فاي، ما عندناش مشكلة. بقولك هل يمكن لفوتونين طاقة كل منهما نصف فاي؟ يعني أنا عندي فوتونين طاقة كل منهما نصف فاي إنهم يحرروا إلكترون واحد من سطح الفلز؟ بالتأكيد لا. بتعرف ليش؟ أنا عندي سطح. قديش اقتران الشغل لهذا السطح؟ فاي. الفكرة أنا عندي فوتونين، هاي الفوتون الأول، هاي الفوتون الثاني. قديش طاقة هذا الفوتون؟ هيو طاقة كل منهما نصف فاي. طاقة الفوتون هذا نصف فاي، طاقة الفوتون هذا نصف فاي. الآن الفوتون الأول الساقط مش طاقته أصغر من اقتران الشغل لهذا السطح؟ نعم، فإذا لا يحرر. الفوتون الثاني الساقط مش طاقته أصغر من اقتران الشغل لهذا السطح؟ نعم، طاقته نصف فاي، اقتران الشغل لهذا السطح فاي، فلا يحرر. فإذا هل يمكن لكل منهما تحرير؟ لا يمكن، لأن أنا بتعامل مع طاقة الفوتون الواحد مش طاقة الفوتونات كلها، طاقة الفوتون الواحد، لأن طاقة الفوتون الواحد أصغر من اقتران الشغل للسطح بكل بساطة، ما عندناش أي مشكلة. نشوف السؤال اللي بعديه. سقط ضوء طول موجته 30 نانومتر، هذا طول موجة الضوء، معناته طول موجة الفوتون، هي لامدا، معناته أنا مغمض عيني هيك معي تردد الفوتون ومعي طاقة الفوتون، على مهبط خلية كهروضوئية فانطلقت إلكترونات من سطحه، إذا علمت بأن جهد الإيقاف أو جهد القطع، شكرا لك، هي ستوبينج فولتج، فاحسب مقدار تردد العتبة للفلز. طب شوي، تردد العتبة للفلز ما في غير قانون واحد بيحسب لك إياها، شو هو؟ الفاي. الفاي تساوي H F نوت، القانون الوحيد اللي بحسب لك تردد العتبة. معناته اللي بدي أطلع تردد العتبة لازم يكون عندي الفاي. طب الفاي، فكر فكر، ما في غير قانون واحد بحسب لك الفاي. تعال معي شوف شو هو. طاقة الفوتون تساوي الفاي زائد الطاقة الحركية، هذا القانون الوحيد اللي بيطلع لك الفاي بس. معناته الفاي تساوي طاقة الفوتون ناقص الطاقة الحركية. لاحظ انه طاقة الفوتون بقدر اطلعها من اللامدا، طب الطاقة الحركية من وين اطلعها؟ ما هو معطيك الستوبينج فولتج، معطيك جهد الايقاف عن طريقه بتطلع الطاقة الحركية. يلا نحل المشكلة مع بعضنا، نشوف كيف بده يطلع لنا. راح تقول لي طاقة الفوتون عبارة عن اتش سي على لامدا، لانه معي الطول الموجي صح؟ ناقص الطاقة الحركية لا الالكترونات، قديش؟ الكترون بجهد الايقاف صح؟ يلا نحله مع بعض يا حلوين. تطلع الفاي تساوي اتش 6.6 ضرب 10 السالب 34 ضرب السي 3 ضرب 10 اس 8 على اللمدة 30 نانومتر، يعني 30 ضرب 10 السالب 9 ناقص الطاقة الحركية. شوف الطاقة الحركية الالكترونات شحنة الكترون مضروبة بجهد الايقاف 1.6 ضرب 10 السالب 19 ضرب جهد الإيقاف 1 على 1.6. ممتاز، هيك أمورنا فلة شمعة منورة. تعال نشوف شو بنسوي مع بعض. هاي راحت مع هاي، ممتاز، خلي ليها شوي. تعال معي هون 6.6، يعني أنا شوف أنا قادر على إني أختصر أصغر أكبر صح؟ فصار هون 3 ضرب 10 سالب 9 زائد 1 سالب 8، ممتاز ما عندناش مشكلة، خلص أشطب هاي، شكرا لك. يعني اقول لك شغله عشان ابسط الامور، ما اعجب الدنيا، بدي اسوي 30 ضرب 10 سالب 9 بدي اسويها 3 ضرب 10 سالب 8. سويتها 3 ضرب 10 السالب 8، ممتاز. انت قادر انك تختصر الثلاث مع الثلاث، ممتاز. قادر انك تحذف ال 10 السالب 8 توديها لفوق موجب 8. صار في عندك 6.6 ضرب 1 على 1 6.6 ضرب 10 سالب 34 زائد 16، قديش فيها؟ 4 و10 و4 سالب 18، فيها سالب 18. كيف عرفت؟ سالب 34 شيل منها 10 سالب 24 شيل منها 6 سالب 18، ممتاز. ناقص هون 1.6 على 1.6 1 1 ضرب 1 على 1 1 ضرب 10 السالب 19. قادر بكل بساطة إن أقول لك كبر بتسويها 66
زغر ضرب 10 سالب 19 صح؟ نعم هيها في مشكلة؟ لا والله يصير مع 100%. كبرنا هاي عملناها 66 زغرنا هاي وخلي هاي زي ما هي 1 ضرب 10 سالب 19 66 ضرب 10 سالب 19 ناقص 1 ضرب 10 سالب 19 66 ناقص 1 فيها 65 ضرب 10 سالب 19 جول. طلعنا الفاي، الفاي قديش طلعت؟ طيب انا بدي تردد العتبة، تردد العتبة عبارة عن فاي على اتش. الفاي 65 ضرب 10 السالب 19. الاتش قديش طلعت؟ الاتش ما في طلعت، الاتش هذا ثابت مش شطارة، 6.6 ضرب 10 السالب 34. لاحظ معي 65 تردد العتبة راح يطلع 65 على 6.6 65 تقسيم 6.6 شو بده يطلع؟ 9.8 ضرب 10 سالب 19 زائد 34، يعني إذا كنا بتحكي 34 ناقص 19 أس 15 هيرز. شفت كيف طلعنا تردد العتبة؟ تمام يا أستاذي 100% وفل شمع نورة، هي الحل السؤال خلص ما شاء الله علينا 100%. نشوف هذا التمرين في الكتاب، نفس فكرة السؤال السابق، هذا سؤال وزاري سابق. تعال شوف فكرة هذا السؤال. أرادت سارة قياس تردد العتبة لفلز في تجربة، يعني بدها تردد العتبة الآنسة. نشوف. فبقول لك في تجربة الظاهرة الكهروضوئية. فاستخدمت إشعة كهرومغناطيسية طول موجتها، يعني هي لمدة. نفس السؤال اللي فوق ترى. فوجدت أن التيار الكهروضوئي يصبح صفراً عند هذا الجهد، يعني لما يصير التيار صفر معناته هذا الجهد شو؟ ستوبينج فولتج. جد تردد العتبة. طب فورا تردد العتبة مش انت عارف انه عبارة عن فاي على اتش؟ اذا بطلع الفاي بنحل السؤال. تعال جاي، انت بتعرف انه الفاي عبارة عن طاقة الفوتون ناقص الطاقة الحركية. هاي المعادلة طلعتها من قاعدة اينشتاين، طاقة الفوتون تساوي الفاي زائد الطاقة الحركية، انقل الطاقة الحركية الطرف الثاني طلع لي الفاي. لاحظ انه طاقة الفوتون اتش سي على لمدة، والطاقة الحركية الكترون بجهد الإيقاف. نفس السؤال لا راح ولا إجا، نفس الحل نفس كل شيء. تعال جاي نشوف هون 6.6 اللي هي H ضرب 10 السالب 34 ضرب C اللي هي 3 ضرب 10 أس 8 على اللمدة اللي هي 300 نانومتر، يعني اعتبرها يا عمي 300 نانومتر يعني 300 ضرب 10 سالب 9، زغل صفرين كبر مرتين 3 ضرب 10 السالب 7 ناقص الإلكترون 1.6 ضرب 10 السالب 19 ضرب جهد الإيقاف 2.1. ما عندناش أي مشكلة، يلا نبلش بأرقامنا مع بعض رغم أنه في اختصارات عندي كثير أصلاً. كيف يا أستاذي في اختصارات؟ تفضل هسا فرجيك إياهم. تقدر تحكي 3 مع 3 راحت، ارفع هاي لفوق زائد 7، تحكي أنت عن 8 زائد 7 قديش فيها؟ 15. فأنت عندك أرقام فخمة، سالب 34 زائد 15 قديش فيها؟ سالب 19، يعني بالمعنى الحرفي عنا 6.6 ضرب 10 السالب 15 ناقص 1.6 ضرب 2 فاصلة دقيقة بالله هون أتأكد هاي سالب 19 سوري مش سالب 15 تخربطت فيها سالب 34 زائد 16 زائد 15 تطلع سالب 19 ناقص 1.6 ضرب 2.1 طلعت 3.3 ضرب 10 السالب 19. الآن شو طلعت الفاي؟ 6.6 ناقص 3.3 تطلع 3.3 ضرب 10 السالب 19 جول. ما عندناش مشكلة، يعني هاي الفاي طلعتها قديش؟ 3.3 ضرب 10 السالب 19 والاتش 6.6 ضرب 10 السالب 34. هاي تردد العتبة، فبيطلع تردد العتبة 3.3 على 6.6 فيها نص ضرب 10 سالب 19 زائد 34 فيها أس 15 هيرس. شفتوا كيف طلعناها يا جماعتي؟ والله 100% وفل شمع منورة. الآن قبل ما نبلش بالمسائل الأخيرة بس دأكد على شغلة بسيطة في هذا السؤال، هذا أيضا سؤال خفيف لطيف بسيط جدا. شو قصدك بهذا السؤال؟ استخدمت حنين في تجربة كهروضوئية مصدر ضوئي ينبعث منه 10.9 فوتون في الثانية الوحدة. ممتاز، يعني أنا عندي قديش عدد الفوتونات المنبعثة من هذا المصدر؟ هيو هذا عدد الفوتونات.
فبقول لك طاقة الفوتون الواحد قديش؟ 7.2 إلكترون فولت. سقطوا على فلز اقتران الشغل إله قديش؟ 3.4 إلكترون فولت. يعني شوي، أنا طاقة الفوتون الواحد عندي أكبر من الفاي لهذا الفلز، معناته أي فوتون يسقط سيحرر إلكترونة 100%. لو كان طاقة فوتوني مثلا 3 فهي بتكون أصغر من الفاي، وقتها ما بيحرر ولا واحد فيهم، دير بالك. معناته هاي طاقة فوتوني وهي طاقة الفوتون أكبر من الفاي لهذا الفلز. معناته 10^9 هذول، إذا أنا أسقطت 10 فوتونات بيتحرر 10 إلكترونات، إذا أسقطت مليون فوتون بيتحرر مليون إلكترون. سوري، إذا أسقطت 10 فوتونات بيتحرر 10 إلكترونات، إذا أسقطت مليون فوتون بيتحرر مليون إلكترون. هون شو بيسألك؟ إن أكبر عدد ممكن من الإلكترونات المتحررة التي تصل المصعد في وحدة الزمن قديش؟ ما هو يا جماعة الخير، افهموا السؤال مزبوط 100%. كيف يا أستاذ يفهم السؤال مزبوط 100%؟ معنى القول بكل بساطة، كونك أسقطت 10^9 فوتون، معنى القول إنه لازم يتحرر من المهبط 10^9 إلكترون. يعني قديش أكبر عدد ممكن من الإلكترونات المتحررة؟ ليش قال لك أكبر عدد ممكن؟ أنا عندي اتحرر من المهبط 10^9 إلكترون. ليش؟ سقط عندي 10^9 فوتون مناسب، معناته رح يتحرر من هذا المهبط 10^9 إلكترون. كم عدد الإلكترونات المتحررة من المهبط؟ 10^9. الآن أكيد هم ماشيين من المهبط للمصعد، في جزء منهم رح يموت، رح يستشهد الله يرحمه، خلاص فقد طاقته الحركية. الفكرة هو يعني أكيد رح يكون واصل المصعد عدد أقل 100%، متفقين على هاي النقطة. هسا هو شو بيسألك؟ أكبر عدد من الإلكترونات قديش أكبر إشي ممكن يصل؟ عادي، ممكن في عندي طريقة ممكن أوصلهم كلياتهم، ممكن أوصل كل الإلكترونات اللي طلعوا من المهبط أوصلهم للمصعد بواسطة إني أشبك، أحط على المصعد شحنة موجبة وأشبك بطارية جهدها كبير، فهيك أنا بسحب كل الإلكترونات. شفت كيف؟ هذا أخذناه الحصة الماضية، إذا شبكت على المصعد شحنة سالبة أنا هيك بقلل الإلكترونات الواصلة للمصعد، بس إذا شبكت شحنة موجبة أنا بزيد الإلكترونات الواصلة للمصعد. طب شو أكبر عدد الإلكترونات ممكن يصل؟ ممكن كلهم يصلوا، فإذا كلهم وصلوا معناته 10^9 الإجابة. كيف عرفت؟ ركز مزبوط، سقط 10^9 فوتون معناته يتحرر 10^9 إلكترون 100%. حسب عدد الفوتونات الساقط يساوي عدد الإلكترونات المتحررة من المهبط، قاعدة أبدية. عدد الفوتونات الساقط على المهبط يساوي، إذا كان الضوء مناسب، عدد الإلكترونات الساقط على المهبط يساوي عدد الفوتونات الساقط على المهبط يساوي عدد الإلكترونات المتحررة من المهبط. لكن لا، مش شرط انهم يساووا عدد الالكترونات الواصله للمصعد، لا، ممكن يصل اقل، ممكن يصل مثلا 10^8، يعني يروح لك الالكترونات تضيع بالطريق، دير بالك. لكن شو اكبر شيء ممكن يصل للمصعد؟ انه اللي تحرر من المهبط يصل للمصعد، اللي هي 10^9 بس. اذا هيك بنكون خلصنا هاي الفكره. ممكن كيف اعدل لك السؤال في الامتحان؟ اقول لك انه اعتبر هاي قديش؟ اعتبرها 3 الكترون فولت، سقطوا على فلز 3.4، قديش الكترون بيصل للمصعد؟ ولا واحد فيهم، ولا واحد، لانه اصلا ما تحرر ولا الكترون، لانه دائما طاقه الفوتون اصغر من طاقه اصغر من الفاي. كل الفوتونات الساقطه كل فوتون فيهم طاقته اصغر من الفاي، فمعناته عدد الالكترونات الواصله للمصعد صفر، ما بيصل ولا واحد، ما بيطلع الكترون اصلا. وصلت يا جماعتي؟ تمام 100%. الله ييسر امركم ويعطيكم الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.